مجلس حاليا جديد، نتمنى ان شاء الله يكون في حسن ظن الجميع وفي حسن ظن الصحافه حتى هي اللي واللي بغيت نوه به هو ما كنشكوش في النزاهه ديالكم، لان راكم كنا كنتابعوا معكم وكان يوميا كتابعوا الشده والفده، بصراحه تستحقوا التنويه، ولهذا نطلب الله يدينا في حسن ظن الجميع، وغادي ان شاء الله نديروا يدنا في يد السلطه وفي يد الساكنه وفي يد الفاعلين الجمعويين، والله يدينا في الصواب، ونتمنوا الخير للجميع وشكرا. بالنسبه للمكتب الجديد كان في الرئاسه علي شهبه، كان الخليفه الاول بوطالب محمد، الخليفه الثاني نور الدين القنسي، الخليفه الثالث امغار حسين، الخليفه الرابع شفيق محمد، الخليفه الخامس هو علوي المحجوب، والسادس هو علي حيحي. اما عن كاتب المجلس كاين الطاهر المعمري والنائبه ديالو عريان الرجمه. السلام عليكم. بالنسبه للاولويات دابا اللي كتشوفوها ضروريه بالنسبه للساكنه الجامعه، بالنسبه احنا غادي ان شاء الله نشوف الوضع تاع الجامعه كي دايره، بالنسبه للناس اللي عنده وثائق ديالو اللي هي هذا غادي سي نورمال، هذا هو الهدف الاول. اما عن البشائر كتشوفوا الانتخابات جات قريبه وكذا ما يمكنناش هذا، ولكن بالنسبه غنديروا اليد في اليد مع الموظفين ان شاء الله ومع الفاعل الجمعوي، وغادي نخدموا ان شاء الله باذن الله، نطلبوا الله ونسالكم الدعاء لله وهذا الشيء اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله. بالنسبه لتفويت المهام نشوفوا مع السلطه ونقول ما نقدرش نقول.